الكاس له ناس والليل مجالات والحان مليان والناس مزاجات ومجال الكاس أشكال أجناس مليان حواديت مليان روايات ونزور بالليل دنيا الخمار ونلاقي الكاس على الناس دوار ويموت الليل على باب الحان هيخش ازاي والدنيا نهار وقلوب ونفوس كده على المكشوف عريانة تمام وتعالى نشوف شوف ده اللي هناك قدامه كاسين مع انه لوحده ماهوش اتنين والناس بيبصوا مش فاهمين الكاس ده لمين والكاس ده لمين اهو ده اللي بنظرة عين شبكوه وفتوه والكاس مليان وفتوه وحكايته طويلة وهمه تقيل وهقول لك ايه واعد لك ايه راح يملى عيونه بحلم جميل بياع السهد ملاله عينيه وترن في جو الحان الحان نشوانة تخلي المولد أس وغزالة بتتغزل في حصان وتقول له أحبك أنت وبس ويفز هناك سيدنا المنظور ويطب الكاس في إيديه مكسور ويقول غشاشة هتلعب بيك ويرد التاني عليه بفتور طب وانت مزعل نفسك ليه عشري وسخيف وهقول لك ايه ومانولي يقول موس عندك خق والسامر يضحك لما يطق ويحط الحشر عينيه في الارض وكانه لحن في الدين والفرد ويقوم يتطوح مره يمين ويميل زي البخت شمال وفي جوف الليل يغرق مسكين لا يغير حال ولا يشغل بال